أهلا بكم أعزائي كل اللاعبين العرب في قناتكم أرابيان جيمر. النهاردة نكمل مع بعض من مكان ما توقفنا في الفيديو اللي فات، تختيم لعبة ساكيرو باستخدام السيف بس، ومش هنموت إن شاء الله في اللعبة كلها، واستخدام محدود لأدوات الشنوبي والحركات. نكمل في قلعة أشينا. نروح مخزن الأسلحة الخاص بعشيرة أشنا. Heard reports of a shinobi being seen somewhere around here. I heard the same, but lately it feels like an everyday occurrence. I know. It goes to show just how soon the battle will be upon us. Even more the reason to take these reports seriously. نسمع اتنين بيكلموا بعض، بيقولوا ان في شنوبي هنا، والكلام ده حقيقي لان ساكيرو في اول اللعبة كان موجود في البير القريب من هنا، ولسه متحرك منه في وقت قصير لان احداث اللعبة مش بيعدي عليها وقت طويل، وده بنلاحظه في حركة الشمس على مدار القصة. فبيرد عليه يقول له ايوه لكن هو كده كل يوم، فبيقول له انا عارف لكن تخيل لو المعركة ابتدت واتقلب علينا، لازم ناخد الامور بجدية اكتر. الأعداء اللي هنا بيأمنوا بعض زي الشطرنج، فناخدهم بالترتيب ده علشان محدش ياخد باله والكل يجي يحاربنا في وقت واحد. نموت الاثنين من أفراد قبيلة التارو. نلف علشان ما نقابلش الساموراي ده من قدام، نضربه ضربة قاضية من الخلف. بندخل من نفس المكان اللي دخلنا منه في أول اللعبة لما قابلنا الأمير كورو في برج المراقبة ده، ونشوف ذكرى جديدة من ذكريات الأمير كورو. Wolf, you said to me once, do what must be done, but I have yet to discover what it is that I must do. I don't understand. Why was I granted this power? فيفتكر ان ساكيرو قال له انه يعمل اللازم، لكنه مش عارف هو لسه المفروض عليه يعمل ايه، هو مش فاهم. كمان بيسأل وش معنى هو اللي اخد قوة دم التنين دي. نضرب الساموراي ده اول ضربة قاضية من ظهره. نلاحظ ان في ضربات بنهرب منها، وضربات بنصدها بالمكاري، وضربات بننط من فوقيها.
هنا حبيت استخدم الالعاب الناريه عشان تخوف السمراء وتخليه ما يعملش حركات الموميتا بتاعته. بعد ما بيموت بيدينا سبحة. ده مكان أداة الشينوبي السادس واللي أخذنا المفتاح من الجندي على كبر الخندق في الفيديو اللي فات. وده رمح بيساعد في تكسير الدروع وعمل ضربات متتالية مميتة للخصم. Stirs my soul. Beautiful, and yet somehow sad. As if it yearns, it calls for someone. Hey. Who are you calling for? Let me hear it one more time. Hey, you. What? Oh, my name is Jinzaimon Kumano. My duty is to patrol the moat. Hmm. I've not seen you around before. Which clan are you? I cannot say. You cannot say, you say? Hmm. So you are a shinobi then. ده جينزايمون كومانو بيقول حقيقي، ده بيطيب روح جميل لكن بطريقة ما حزين، كأنه بينده على حد. ساكورو بيسلم عليه لكنه مش واخد باله وبيقول يا ريتني أسمعها تاني، لأنه كأن الصوت ده بينده على حد. فساكورو بينده عليه تاني فبياخد باله ويعرفه بنفسه وإن شغله إنه يحرس الخندق، وبيسأل ساكورو إن هو ما شافوش قبل كده، وبيسأل ساكورو هو من أنهي عشيرة. كالعادة ساكورو بيقوله ما أقدرش أقول، بيقوله ما تقدرش تقول يبقى أنت شينوبي، لو أنت شينوبي أنا مش هضايقك أكتر. بعدها بنكلمه تاني فبتطلع محادثة تاني، فبيسأله عن حد بيعزف على آلة موسيقية اسمها شاميسان، ودي آلة موسيقية شبه العود أو القصارة عندنا هنا، وبيكمل إنه تتبع الصوت وجابه للبير ده. وهنا بنفتح المهمة بتاع جينزايمون، إما نختار الاختيار الأول لنبعته لدوجون ونقول له ان الصوت ده جاي من هناك ونبيعه ويعمل عليه تجارب، او نقول له ما نعرفش ودي نقطة فارقة لانها هتغير مسار الكوست كله من هنا. فبيكمل ويقول له انا فكرت علشان انت شنوبي هتعرف، هو عايز يعرف الموسيقى دي بتنده على مين، وانه مش قادر يوقف تفكير في الموضوع لكن انسى اني كلمتك فيه. ده نينجا بيشتغل تبع وزارة الداخلية وجاي يموت ساكورو، وهو عارف مكانه فمستنيه، وهو واخد الموضوع تحدي لان عارف ساكورو مش بيموت، لكن احنا هنا هنتسلل ونط من فوق راسه ونضربه اول ضربة قاضية، بعدها يكون القتال سهل. هو حركاته سهلة ومش صعبة اطلاقا فهيموت بسرعة. بعد ما بيموت بيدينا سبحة وخردة الماجناتايت علشان نحدث أدوات الشنوب. نلاحظ بعد ما نمشي في المية دي اننا رحنا الزنزانة المهجورة واحنا الناحية التانية من المقاتل اللي اعدموه بسبب التمرد على حكم أشنا، ونكمل في طريقنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. اشوفكم في فيديو جاي. سلام.